صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. ويا هلا ومرحبا فيكم. وطبعا حلقتنا اليوم المفترض انها تكون للحديث عن المباريات الأربع اللي لعبت اليوم في انطلاقة جولة جديدة من دوري فيفا، لكن فيها في تطورات حصلت خلال الساعات القليلة الماضية. بالتأكيد ستأخذ حيز كبير من الحديث حول هذا الموضوع، وطبعا هو ما يتعلق في موضوع النقاط الثلاث، وخاصة أن موجودين معنا يعني أساتذة أفاضل كان لهم دور في مناقشة هذه الأزمة واطلعوا أكثر على هذا الموضوع وكان لهم رأي بالتأكيد في هذا الموضوع. فخل نرحب فيهم ونمسي عليهم بالخير أو نصبح عليهم بالخير. على اليمين طبعا أخونا العزيز أمين السر في النادي العربي سابقا العم مصطفى جمعة، بجانب أيضا أخونا الكبير لاعب الدولي السابق والمدرب الوطني كابتن حميد مال الله. على اليسار أيضا المدرب الوطني العم صالح العصفور، وآخر الحضور بعد غياب طويل حقيقة يطلع علينا اليوم مشكورا أخونا العزيز اللاعب الدولي السابق وعضو لجنة الانضباط سابقا أيضا الأخ العزيز خالد الشريدة. حياكم الله يا أخوان، صبحكم الله بالخير ويا لهم خير فيكم سعداء معنا. طبعا اللي حاب يشاركنا أرقام هواتفنا راح تكون واضحة على الشاشة، حسابنا في تويتر أيضا موجود. خل أشكر رعاتنا وداعمينا كالعادة، طبعا الشركة المنتجة مجموعة الخشاوي العالمية شكرا جزيلا لها، شركة فيفا الراعي الرئيسي والرسمي لنا شكرا جزيلا لهم، مصبغة بوتيك أندنتك وأخوي حسن الخواجة شكرا جزيلا لك، محمد العنجري والأخوان في ديرندير شكرا جزيلا لهم، وأخيرا أخوي طواري مدلول وكيل جيفوفا وزيوس في الكويت شكرا جزيلا لك. واليوم أتشرف الحقيقة بأخونا العزيز بشار جاسم الصحفي الفني الرياضي، ونتشرف دائما متابعته لنا، وهو صاحب الماركة اللي الآن ما شاء الله يعني قاعد تطلع بسرعة الصاروخ مثل ما يقولون، ماركة ميدار الكويتية، أيضا تصاميم جميلة من الأخوان القائمين على هذه الماركة، وهو أخونا عبد الله الجيران. والله مسعود أنا اليوم جيت على بالي عيد الوطني على اللبس. شوف جربالك ترى بشار كويتاوي لا يشوفك بالمقصورة ترى جربالك. طبعا اللي حاب يتواصل مع الأخوان في ماركة ميدار هذا هو طبعا حسابه في انستغرام وهذا رقم تليفونه. بعدين يا أخي حب الوطن ما مو شرط عيد وطني يا أبو شريك، كل وقت أي وقت تقدر تلبس علم الكويت وتفرح بعلمك وترفح بكثير. صح كلامك، بس انا اليوم لما شفتها قلت والله عبالي عيد وطني. كل يوم عندنا عيد وطني. خلونا نبدا بالحدث الابرز اليوم. طبعا احنا انتظرنا الحقيقه طويلا قرار وزير الشباب السيد خالد الروبان، وبعد هالانتظار الحقيقه البعض صدم من هذا القرار، والبعض الآخر كان متوقع هذا القرار، والبعض الآخر أيضا يعني ما بين صدمة وما بين متوقع، يعني ما للحين مو عارفين شلون يعبرون عن رأيهم في هذا القرار. طبعا مع الوزير عاد مرة أخرى الموضوع إلى اللجنة الأولمبية الكويتية، وكما هو معروف طبعا اللجنة الأولمبية الكويتية أدلت بدلوها في هذا الموضوع وأعلنت قرارها بأن النقاط الثلاث يستحقها نادي الكويت. فهل هذا يعني أن اللجنة الأولمبية ستصدر نفس القرار؟ هل ستغير قرارها اللجنة الأولمبية؟ هل ستدرس الموضوع مرة أخرى؟ هل ستجلب محكمين من الخليج مرة أخرى؟ ما أدري صراحة. هل سيطول الموضوع أيضا أشهر أخرى، ثلاث أشهر أو شهرين آخرين؟ انتهى الدوري. نعم أقول انتهى الدوري. والله ما أدري يعني، هو يعني ما أدري صراحة. وهل هذا قانونيا أيضا يجوز أن الوزير يرفض إصدار قراره في هذا الموضوع؟ لأن مثل ما أنتم عارفين قانون الجديد للرياضة أن اللي يشتكي يروح حق الوزير وهو اللي يبت في شكوى، هل يجوز الوزير أنه ما يبت في الشكوى؟ كل هالأمور أطرحها في البداية على أخونا العزيز ببدر. ببدر كنت متوقع هالقرار من معالي الوزير؟ والله مو بس من معالي الوزير، لأن معالي الوزير هو رئيس الهيئة العامة للرياضة. نعم. ومن أعضاء مجلس الإدارة أيضا. أنا سجلت مجموعة من الملاحظات بعد ما تابعت الحدث، وتفاجأت أنا حقيقة في القرار. كان المفروض أن القرار يكون إيجابي أو سلبي. لا يمكن أنك أنت تحيل القرار مرة ثانية اللي بتتخذه، أو الرغبة إلى اللجنة الأولمبية
أنا وجدت الآن أن الهيئة غير غادرة باتخاذ قرار شكوى للنادي العربي وعادت الموضوع إلى اللجنة الأولمبية. شيء غريب، أمر غريب. يعني لو ترجع إلى المادة 28 واضحة أنك أنت شين القنوات اللي تلتجئ فيها وتلتجئ إليها. وأيضا سؤالي الآن، من هم ذيلا أعضاء اللجنة اللي تم تشكيلها؟ أنا من حقي ومن حق الرياضيين كلنا لازم نتعرف الآن من هو المتضرر في هذا الحدث. ترى الرياضة الكويتية كلها، النادي العربي ونادي الكويت ونادي القادسية ونادي السلمة كلهم متضررين. أنا أسم تعرف من اللجنة القضائية اللي شكلها الوزير؟ إيه أنا بعرف من هم ذيلا الأخوان. أنا هل هم قضاة؟ شنو رأيهم؟ رأيهم شو مكتوب؟ شو اللي قالوا في 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 قرارهم؟ هذا القرار احنا ما شفناه كمتابعين للحركة الرياضية. شفنا ان في بيان وزع على كونة، والبيان يقول 1 2 3 4. هذا الموضوع يذكرني انا في لعبة كنا نلعبها واحنا صغار اسمها لعبة الحية. لعبة الحية تلاقي في ارقام من 1 إلى 100، وبعدين في سلالم، سلم عود سلم صغير، وفي حية صغيرة في حية عودة. تلقى تصعد انت بالسلم الصغير توصل الى رقم معين وتمشي تمشي تيك الحية العودة تنزلك ليه تحت، وبعدين مرة ثانية تمشي يك السلم العود وتصعد الى السلم الكبير العود وتوصل توصل حية صغيرة هالطول تنزلك للأرض. فصرنا بهالشكل احنا، يعني هذه كأنها لعبة. ومثل ما تفضل اخوي بوشريدة كلام حلو انه راح ينتهي الدوري ولا تنتهي أزمة النقاط الثلاث. وأنا من الحين أنا أقول أبارك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت بالدوري العام، لأن إذا هذا الوضع اللي إحنا قاعدين نشوفه وهذه السياسة المتبعة هذه سياسة عجيبة. وأنا أيضا أقول نادي الكويت نعم ليش تبارك لهم؟ أبارك لهم لأن النقاط الثلاث إذا بيعطونهم إياهم. لا لا مو علم، لا ما أتكلم عن النقاط الثلاث. نعم أنا أقول في الوضع الحالي أنا قلت المتضرر هما نادي الكويت والنادي العربي والأندية كلهم متضررين، لأن الكل كل واحد منهم قاعد ينتظر. الآن من هو متقدم بالدوري العام هو نادي الكويت، عدل؟ نعم. والفريق قاعد يمشي بخطوات ممتازة، والوضع وضعهم وايد وايد مميز بالحصول على الدوري العام. ولا هو عيب هذا ان الكلام. انا اقول نادي الكويت ما لهم ذنب. نادي الكويت انا قلت لك نادي الكويت ما ذنب. لا قلت لك ما له ذنب. انت كاتحاد لجنة انضباط درست حق نادي الكويت وشريده توقيف في نفس المسابقه عدل صح؟ وين ذنب نادي الكويت؟ ما له ذنب اساسا نادي الكويت بالموضوع. وشريده انا ما قلت لك نادي الكويت، انا قلت لك ان الأندية كلها متضررة، نادي الكويت متضرر والنادي العربي متضرر. صحيح إن إحنا مرينا في قنوات مختلفة، لجنة الانضباط ولجنة المسابقات ولجنة الاستئناف، وبعدين الوضع هذا راح إلى اللجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية أتوا بمجموعة من المستشارين، والمستشارين قعدوا يوم كامل وصرفت عليهم الدولة من التذاكر، من قد يكون عطوهم مخصصات، وقعدوا صدروا قرارهم. قرارهم كان أيضا واضح، لكن اللجنة الأولمبية لما اجتمعت، أنا ما أدري أيضا اللجنة الأولمبية هل اجتمعت بكامل أعضائها ولا فقط المكتب التنفيذي واتخذوا قرار معين. القرار صار لصالح نادي الكويت. أنا أتكلم أن من هو المتضرر الآن؟ المتضرر بس الآن اللجنة اللي جت. أي اللجنة اللي جت هل يتخذ في قرارها؟ هل يتخذ قرارها؟ من حق لا مجلس ملزمين. إدارة لا مو ملزمين. لا لا أي لجنة قصدك؟ خليجية ليت المحكمين. المحكمين صدروا قرار بس ما مو شرط إني أنا أخذ قرارها. لا لا من حق مجلس الإدارة أن يتخذ القرار حسب ما هو موجود باللوائح، بس ماكو شيء جديد أبدا. أنا أيضا أقول شنو المبرر القانوني بإعادة الشكوى اللي تقدم فيها النادي العربي إلى اللجنة الأولمبية مرة ثانية؟ شنو المبرر القانوني؟ الموضوع وصل إلى معالي الوزير، ومعالي الوزير كلف له مجموعة من ما أدري والله من القضاة من المستشارين القانوني ما أدري والله منهم، لأن حتى الآن إحنا ما عرفنا أسمائهم. هل يعقل أيضا أن إحنا شهر كامل ننتظر هذا القرار ونرجع مرة ثانية إلى المربع الأول؟ زي البعض يقول ان الوزير اراد ان يرفع الحرج عن نفسه. لا ما يصير. حول الموضوع. لا 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 مو صحيح. ماكو شيء اسمه لا ماكو شيء اسمه ارفع الحرج عنك ابدا.
انت المادة 28 من المرسوم الاميري اعطاك الصلاحية والسلطة ان انت رئيس الهيئة ومعاك اعضاء مجلس الادارة، ليش ارفع الحرج عن نفسي؟ طيب ايش حقه؟ ايضا انا بعد سؤال عن ببيدر، بعد سؤال يعني لجنة المسابقات قالت 3 نقاط حق الكويت، اللجنة الاولمبية قالت 3 نقاط حق الكويت، لجنة الضباط قالت 3 نقاط حق الكويت، يعني هل هذول كلهم غلط؟ انا ما قلت لك غلط ولا صح، بس عط قرار. انا قاعد اقول لك، انا اقول لك الموضوع، ترى لجنة المسابقات وانا قلت في هذا البرنامج واعيد واكرر، لجنة المسابقات هي اللي اخطأت لان لم تطبق اللائحة الموجودة في لجنة المسابقات وعملوا التصويت. ما يجوز التصويت، انت عندك لائحة موجودة، شو تقول المادة؟ المادة 3 نقاط لنادي الكويت عليهم مليون عافية، النقاط الثلاث للنادي العربي ايضا عليهم مليون الف عافية، هذا اللي احنا نتكلم فيه. وبعدين وصلنا بعدين عن ببدري، انا بسألك سؤال، تفضل. انت ليش ما قعدت ويانا بلجنة لجنة الضباط وقلت رايك؟ مسافر اوكي، كان مسافر صح، لو مرديت انت ليش استقلت؟ ليش استقلت؟ هل انت جاي تشتغل عشان النادي العربي ولا جاي تشتغل حق الاتحاد؟ لا، هذا انا السؤال اللي بطرحه عليك. لا انا ما اشتغل، انا ما اشتغل لاي نادي من الانديه، واللي رشحني ما رشحني. شنو سبب؟ ما رشحني. شنو سبب استقالتك؟ عدم تطبيق اللوائح الموجوده. ليش ما تقعد ويانا؟ ماني انا كنت خارج الكويت. اوكي، لما رديت ليش تقول؟ لما رديت انا قلت خارج الكويت لم يعجبني. أوكي، عندنا خبر انت خارج الكويت. لما انت رديت من السفره تعال اقعد ويانا يا جماعه، ترى انتم كذي غلط اللي سويتوه. اوكي، اقعد ويانا وناقشنا. أنا ليش استقلت؟ تاخذون كلامه؟ كنتوا تاخذون كلامه لو قايل لكم؟ بالعكس، ليش ما ناخذ كلامه؟ لا، رايه لازم يقول، رايه لازم كل واحد يقول رايه ويصير تصويت. انا صارت مجموعة كل واحد، يعني احنا الحين الراي مو اربع، احنا اربع كنا قاعدين، في واحد عارض، واحد بس، واحد انت ابو شريده تعرف انا ليش استقلت؟ انا ما استقلت على موضوع لجنه الانضباط ابدا، لجنه الانضباط احنا كنا فريق متكامل، انا اقدم رايي، انت تقدم رايي، طبعاً. انا قدمت استقالتي لان لجنه المسابقات لم تنفذ اللائحه الموجوده، وانت حضرتك كنت موجود ويانا، تذكر الكتاب اللي يانا من الاخ خالد الفضلي؟ شفت اطلعت عليه ولا ما اطلعت عليه؟ طلعت عليه. شو يقول الكتاب؟ كتاب كان واضح. وبعدها لما اجتمعنا وقعدنا ورفعنا هالموضوع او طلع الموضوع من لجنه بعد الشكوى الى لجنه المسابقات، الاخ خالد لم يطبق الكلام او الرساله اللي ارسلها لنا. انا هذا اعتراضي بس. طيب، مو على لجنه المباراه. بعد واحده ان شاء الله. دقيقه عم بدر ما يخالف، انا دقيقه برد عليك بس. تفضل. انا ما اتكلم عنك انت بس، تقريبا فوق 8-9 من العربي قدموا استقالاتهم. هل انتم جايين تشتغلون حق نادي العربي ولا جايين تشتغلون بالاتحاد؟ هم شوف لعلمك هم تقريبا 15 واحد. اوكي، لعلمك كلهم استقالوا بنفس الوقت. ابو شريده لعلمك، ترى ما صار ثلاث نقط احنا قلنا حق العربي، هل راح يشتغلون؟ ابو شريده، ما في ابدا تنسيق بين ولا واحد من هالاعضاء ابدا، الا انا شخصيا اتصل فيني الاخ حمزه الشطي ابو عادل وانا كنت خارج الكويت، قال لي شو اللي صاير؟ قلت له والله لان ما تم تطبيق اللائحه الموجوده في لجنه المسابقات انا قدمت استقالتي. طيب، ومشكور ومع السلامه. هذا الكلام اللي قلته واضح. بعد ايضا نقطه اخرى، الان تحول الموضوع من الهيئه العامه للرياضه على اللجنه الاولمبيه. لنفترض الان اللجنه الاولمبيه رفضت هذا الكتاب وقالت اللجنه هذا الموضوع سبق ان احنا اتخذنا فيه قرار لصالح نادي الكويت وانتم اتخذوا القرار اللي تبونه، شنو موقف الهيئه الان؟ هذا سؤال يحتاج الى اجابه. ما اتوقع راح يقولون كذا. لا، ماكو شيء ما تتوقع. لين قاعد اقول لك، لنفترض ان حسب المعلومه اللي وصلت لي ان الوزير مبلغ اللجنه الاولمبيه انه لازم يتخذون قرار واسرع وقت. اوكي، اجتمعوا كاعضاء باللجنه وقالوا احنا لا نتخذ اي قرار لان سبق ان احنا اتخذنا قرار من خلال لجنة المحكمين واعطينا 3 نقاط لنادي الكويت. بس يمشي هذا بسعود. لا تفضل، يعني لا يمكن، يعني اللجنة الأولمبية تناقش موضوع مرتين، يعني موضوع يعني مختلفين صراحة في أوقات مختلفة، يعني
بالاساس ياها الموضوع نفس الموضوع ويابت المحكمين واتخذت فيه قرار ورفعته حق معالي الوزير. هو البيان اللي تفضلت فيه مال معالي الوزير اليوم انا اعتقد مثل ما انت قلت يعني يعتبر صراحه مفاجاه، لان في اكثر من 4 أسابيع شهر الناس قاعده تنتظر يعني القرار الاخير يعني خلاص. واعتقد ان الطرفين كانوا موافقين على ان شنو يبي يصير او شنو القرار اللي راح يصير الكل راح يطبق يعني، لكن اعادته مره اخرى الى اللجنه الاولمبيه انا اعتقد هذا والله يا ابو عبد الله قرار معالي الوزير اصبح عليه بالخير اخونا ابو ناصر، هروب من تطبيق العداله وهروب من تطبيق اللوائح الموجوده في اللجنه الاولمبيه والهيئه ما هو موجود، لان مستحيل مبادر الاولمبيه يعني ما يجوز راح تناقشه مره ثانيه. لا يجوز، لا يجوز قانونا، لا يجوز يعني. انت بديت الان من لجنه الانضباط ورحت الى لجنه المسابقات ولجنة الاستئناف، ولا يجوز أيضا الطعن في قرارات لجنة الاستئناف، وبعدها رحت إلى اللجنة الأولمبية واللجنة الأولمبية انتهت وتحول الموضوع بشكوى من النادي العربي إلى معالي الوزير، ومعالي الوزير تقريبا شهر وإحنا ننتظر الآن هذا القرار اللي صدر بالإعادة. هذا لا يجوز، الأولمبية راح قانونا ما يجوز، الأولمبية راح تعيد للهيئة. أنا بعتقد هالشكل الأولمبية ما راح تناقش هذا الموضوع. طيب. تقول سبق أن احنا اتخذنا قرار لصالح نادي الكويت مرة ثانية، أعتقد وبدر تغير قرارها مرة ثانية الأولمبية ما تقدر، ما أخذ قرار يعني مستحيل إلا إذا سجد شيء عندهم يقولون بناء على مستجدات حصلت يتغير القرار الى مثلا منح النقاط العربي حسب يعني وجهه نظرهم ان استجدت امور ممكن، الا اذا لهذا العذر. من اي ناحيه تجدد الامور؟ ما انا قاعد ابرر حق اللجنه الاولمبيه يعني. انا قاعد اقول احنا بالمنطق هي اللجنه نفسها ما تغير بالمنطق، القرار المفروض انا اخذ بكلامه خلاص انتهى الموضوع. قال ابو عبد الله بالمنطق ما تغير قرارها بالمنطق، ما تغير طبعا لان درست الموضوع جابت محكمين، لكن لو ارادت تغيير القرار لازم تقولها السبب ان استجدت امور وبناء على اللائحه ما ادري كم وما مسعود مسعود تم تغيير القرار. مسعود لجنه المحكمين ايش قالوا؟ قالوا في قرارهم قالوا ان قرار لجنه الانضباط صحيح. حلو؟ نعم. ويا ليتهم ما قالوا هالكلام هذا. وبعدها ياو قالوا ان لا يجوز الطعن في قرار لجنة في استئناف. قرار لجنة الاستئناف يعني هم لعبوا على شيء عجيب، شيء عجيب. هم تقول ما يزعلون هذول ولا يزعلون إيه، هم تقول بالبداية تقول قرار لجنة الانضباط باطل ولجنة الاستئناف صحيح، أو تقول قرار لجنة الانضباط صحيح وأيضا قرار لجنة الاستئناف باطل والنقاط لنادي الكويت. المفروض الشكل قاموا يلعبون لعب وحيروا الناس. احنا وصلنا الان وصلنا الى مرحله من المراحل، انا اعتقد هذه القضيه وهذه ما راح تنتهي الا بعد سنتين بهذا الشكل بهذا الوضع. سؤال بعد هل اخر تحملني لان بعدين راح يقومون بالتحليل وانا مو شغل التحليل. السؤال هل جهات هذه الرياضيه سواء الهيئه العامه للرياضه مع تقديري واحترامي الكبير لشخصهم ورئيس واعضاء اللجنه الاولمبيه ايضا مع احترامي لهم، هل هم الآن قادرين على يحلون أنهم يحلون أزمة الإيقاف الرياضي اللي هم مو قادرين يحلون الثلاث نقاط؟ أنا أشك في ذلك. طيب خروح حق فاصل وبعد ذلك أعود. حياكم الله ويانا، انا باخذ راي ابو علي بس في كم تغريده. الحقيقه اخونا زيد الجزاف صبح عليه بالخير واخوان في جريده ايوش الله يعطيهم العافيه والنعم، يقول النقاط الثلاث مسلسل مكسيكي لن ينتهي والروضان ازال الحرج عن نفسه واختيار موفق للضيوف. مشكور يا اخوي ابو شكرا يا زيد. السلام عليكم. اذا 4 نقاط ما قدروا يحلونها يبي لها قرار قوي، ليش التردد؟ احسم الامر وتوكل على الله طالت السالفه. هذا اخونا ابو يوسف. هاني الهنديان يقول الحل الوحيد إعادة المباراة أو نحذف النقاط عن الفريقين، في ثغرات في القوانين معقولة ما نقدر نطلع ثغرات في القوانين؟ شيء سهل. أخونا مسعود يقول بسعود لأن اللجنة الأولمبية تصدر قرار مثلا لصالح الكويت والعربي حسب القانون بيرجع للوزير، يعني الموضوع ما تغير وما في أحد يقدر يتخذ قرار. أخونا فارس يقول بدش مداخلة حياك الله الساعة المباركة.
هنا رياض مخضرم يقول هل العربي لو أخذ 3 نقاط هل سيفوز بالدوري؟ معقولة من بداية الموسم تناقشون 3 نقاط؟ هاني يقول مباركة العم مصطفى جمع النادي الكويت، هل هي أن الكويت هو من يتلاعب بالموضوع على مزاجه وكل شيء في جيبه؟ لا 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 لا، أم استحقاق صريح بفضل أداء الفريق؟ نادي الكويت نادي كبير وعريق ولا يحتاج مني أنا ولا يحتاج من أحد مساعدة. طيب أبدا. أخونا العافور يقول بعد قرار الوزير اليوم هل الشارع الرياضي لديه ثقة بالوزير لرفع الإيقاف؟ آخر تغريدة أخونا محسن المطرفي عنده 3 أسئلة، يقول بالنسبة لقرار إعادة موضوع النقاط إلى اللجنة الأولمبية يذكرنا بالمثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا. سؤال حق خالد الشريدة عندما يقول مذنب الكويت طيب والعربي أليس له حق؟ آخر سؤال لأخونا محسن المطرفي يقول هل جرت العادة أن تخاطب الأندية الاتحاد أو اللجنة بشأن لاعب طرد في مباراة؟ هل يلعب المباراة اللي تليها؟ أين دور الأجهزة الإدارية؟ هذه أسئلة أخونا محسن المطرفي. وعلي النقطة اللي قاعد يتداولونها الإخوان أن الوزير مو قادر يحل هالنقاط الثلاث، شلون تبونه يحل رفع الإيقاف أو يرفع الإيقاف؟ هل أنت مع هالرأي؟ إيه وهذا نعم. سؤال أخونا أبو بدر. إيه نعم، لأن موضوع حاسم هذا الحين صار من الأسبوع الخامس للحين، وخل هذا يعني أنت شوف ولدي عمره 15-16 سنة ها ناطر يوم الأحد عشان نتيجة هذا ولدي، والناس الثانيين كلهم ناطرين، حتى ناطرين ان الوزير يصدر قرار. تروح ترده حق اللجنه الاولمبيه، يعني انا اعتقد ما في حل كذي، ما في حل. الحل حق نادي الكويت، انت رديت حق اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه اصدرها فيه 3 نقاط حق الكويت بس. يعني هو الوزير عبد العزيز خليك حاسم، انا شوف نعم. اذا مقتنع بقرار اللجنه الاولمبيه كان قال نقاط أنا عندي اقتراح، عندي اقتراح، الانديه ما تلعب لان خلاص دشيت انت دشيت في مباريات حاسمة، لازم تحدد 3. صدقني عبد العزيز 3 نقاط هذه مهمة حيل نفسيا، نفسيا مهمة. بداية الموسم وهو متصدر على شنو لازم تحسمها؟ لازم انت لو شلت 3 نقاط من الكويت شو يصير؟ العربي والنصر والكويت متساوين، والقادسية فارغ نقطة. شوف في شغلة نفسية ان 3 نقاط لازم تحلها، ما حلتها ماكو فايدة. ليش ما اخذتها بذراعك بالملعب؟ يعني رد يعني خلاص صار خطأ. يعني احنا اللي فوزنا فهد الهاجري؟ لا مو فهد الهاجري بس انت قانون، في قانون، ليش ما تطبق قانون؟ انا قاعد اقول ليش ما تطبق القانون؟ نادي الكويت قاعد اقول لك ما له ذنب، ما له ذنب نادي الكويت، ما له ذنب. انا كنادي العربي ليش ما اخذت المباراه بذراعي وفكت نفسي؟ طبق القانون، طبق القانون، 3 نقاط حق الكويت او حق العربي ما في مشكله، بس مو تعلقها 15 مباراه. ريال مدريد رفع قضيه محاميهم طلع، انا اسف قلت ريال مدريد ها شيء برا، بس اسمع الاسال باري، ريال مدريد لعبهم اللي لعبوه رفع قضية، المحامي ورئيس النادي قال هذه القضية هذه رابحها 100% رابحين احنا، رفع قضية أولى ما ربحها، القضية الثانية ربحها في المحاكم الإسبانية، الاتحاد الأوروبي تدخل قال حق ريال مدريد إذا ما تسحب القضية تنشطب من أبطال أوروبا، عطوا سحب قانون، في قانون، أنت طبق القانون. أنت خايف الحين تقول حق الكويت يا الكويت، يعني اعتقد ان الوزير محرج، اعطيه حق الكويت ولا العربي؟ عط قانون، عط عطايك 3 نقاط حق العربي، حق العربي وحق العربي حق الكويت، انتهت السالفه، ولا علقها كذي. طيب كذي ابو شريده رايك سؤال انا اعتقد بس انه يبغى يوخر عنا الحرج لانه هو عضو جمعيه عموميه بنادي العربي، عشان كذي يوخر عنا الحرج. ما له علاقه اكيد وزرانا كلهم معروفين يعني بانتماءاتهم يعني معقولة كذا قضية بنقعد؟ لا الظاهر هو يمشي من الحرج لأن عضو جمع يمكن لو يعطيها حق العربي أبو شريدة. أنا وزير يساوي الحين قد ساوي ليش الوزير ما يطلع الحين الجماهير كلها ناطرة هالقرار، ليش ما يطلع يوضح مؤتمر صحفي يقول إنه كذي 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 عشان ينهيها؟ وسعود معالي قعدت أسبوعين آخر شيء حولت هناك. وسعود معالي الوزير عجز عن اتخاذ قرار بهذا الشأن وحال الملف إلى اللجنة الأولمبية. وبدر كان في قضاة أو لجنة قضائية أعتقد صح قالوا. في لجنة قضائية وإحنا ما إحنا عارفين هما. ما شيء واضح. بس كلام نسمع. سؤال أخونا محسن لك أبو شريدة يقول أنت تقول الكويت ما له ذنب، يقول لك العربي ما له حق يعني؟ الكويت كتاب واضح. كتاب اللي ارسل حق نادي الكويت واضح يتوقف في نفس المسابقه،
واضح يعني احنا كلجنه دزينا الكتاب يتوقف من نفس المسار يعني الكويت ما لهم ذنب. طيب وش اريد تبي نجاوب من فضلك اجاوبك؟ تفضل. شوف الكتاب لما يطلع من الاتحاد ترى مو عيب ان الاتحاد او اي جهه من الجهات الحكوميه او الخاصه انهم يخطئون في اي كتاب من الكتب، واحنا بوزاره الداخليه اخونا اللي هو موجود صالح العصفور يدري ترى وايد كتب تطلع بالخطا. انتم الان كجهاز موجود عندكم في نادي الكويت رئيس الجهاز ونائب الرئيس والمشرف والمدير ما يعرفون اللوائح شو تقول؟ ليش ما طبقوا اللوائح؟ لا صار ما نزل لا صار العكس لا صار العكس لما انا دز كتاب حق نادي العربي نفس لا ابو بدر نفس الوضع نفس الوضع نفس الوضع العربي العربي راح يلعب اللاعب ولا ما راح يلعب؟ العربي لا لما اقول انا نفس المسابقه لا اذا انا لا ابو شريده الحين ابو بدر الاتحاد بعد ما طلع الكتاب حق نادي الكويت ما كان بامكانه يسحب الكتاب؟ اي صح اللي اعطاه كان بامكانه يعني ما الكويت زي الكويت أنا المشكله الاساسيه الكويت سلك المسلك صح يعني الكويت مشى لا لا, يعني لا 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 يعني قصدي مشى سال شوف حتى لو الجواب لا ابو عبد الله حلو ابو عبد الله ابو عبد الله حتى لو ياتي الكتاب لحظه لو لو انا ساحب الكتاب شو يصير ما يلعبونه لا انا قبل انا اي كتاب شوف انا اي كتاب انا اي كتاب ياتيني وانا عندي كان في وقت يسحبون الكتاب يعني غزي الكويت وقفوا ونادي الكويت راسل الاتحاد اي نادي الكويت راسل الاتحاد لو مصل الكتاب راسل الاتحاد على ان التوقيف في كاس ولعت اوكي ممتاز شوف ابو شريده ابو شريده ابو شريده انا لو بيتاكد نادي الكويت اساس قبل يشارك اللاعب فرد على الاتحاد يتوقف في نفس المسابقه ابو شريده هذا اللي خلاهم يلعبون ابو شريده انا لو مكان نادي الكويت ما اخاطب الاتحاد واشوف اللوائح شو تقول وما ينزل اللاعب وانتهى الامر. وهذا هذا اختصاص هذا اختصاص كل جهاز اداري موجود في كل نادي الاهلي. طيب عم بدر يبي يتاكد ما يتاكد ما يتاكد ارجع الى اللوائح بالعكس بس بالعكس كتابهم بالعكس كتابهم سلك مسلك اي صح خلا اخذ رايكم ايضا في ازمه اخرى دخلت الان ازمه لاعب كاظمه طبعا سمعتوا بمهاجم فابيانو موضوعه والدكتور حامد الشيباني حسب اللي سمعناه انه طلب عدم اشراك اللاعب وايقاف اللاعب عن المشاركه مع فريقه حتى معرفه حتى عوده كتاب الاتحاد يعرفون الكتاب بالضبط والله رايي اليوم نادي كاظمه انا بوريكم كتاب طبعا مرسل من الاخ يوسف بوسكندر الى اللجنه الانتقاليه طبعا اقرا لكم الزبده مالت الكتاب يقول وبناء على ما تقدم نؤكد لكم برفضنا القاطع لقراركم المتخذ بتاريخ 3/4/2017 اتمنى مخرجنا يعرض الكتاب لو سمحت والذي رتب تعليق مشاركه اللاعب املين منكم الغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من اثار واهمها السماح للاعب بالمشاركه واعتبار قراركم كان لم يكن مع الأخذ بالاعتبار بأننا نحتفظ بكافة حقوقنا المادية والأدبية تجاه التأخر أو التعسف أو المماطلة في اتخاذ قراركم بالسرعة الممكنة حفظا وصونا للمراكز القانونية المستقرة للتفضل بالعلم واتخاذ اللازم والإعاز إلى جهات الاختصاص لديكم وموافاتنا بردكم بالسرعة الممكنة. كاظمة عندهم مباراة لا عندهم مباراة اي باكر عندهم النصر واقف النصر واقف باكر يلعبون او اليوم يعني باكر اي اليوم مع الشباب اليوم مع الشباب يعني هل راح يلعبون فابيانو عناد على الاتحاد مثلا هل والله راح يلتزمون بالقرار؟ جمعنا البارحه برنامج مع الدكتور حامد ولما قال الكلام هذا صراحه يعني الكل اجمع عقوبه على كاظمه هذه عقوبه اصلا على نادي كاظمه ونادي كاظمه لما قدم بيانات اللاعب قدمها بكل امانه ما كان يقش ولا كان يعني القرار ياه في 21/3 قبل حوالي اسبوعين او اقل من اسبوعين يعني فالكاظمه يظلم في موضوع ايقاف اللاعب الكاظمه يلاعب اللاعب لما يجي الكتاب من الاتحاد الاسيوي واحنا نقول حق الدكتور حامد البارح هل الاتحاد الاسيوي مضمون ببدر انه يراسلنا لما انا ارد عليه او انا استفسر منه انا ما ابي موقع الاتحاد ابي كتاب رسمي عزيز من الاتحاد الاسيوي اذا رد الكتاب انا اتغير فيما جاء في الكتاب والله جواز اللاعب مزور يقولون في 9 اسامي فيهم فابيانو معاهم و و و لما يجي هذا الكتاب الوقت هذا توقف اللاعب لكن او مو توقفه بعد لازم تعدل وضعه
سجله محترف ويلعب. عبد الله السؤال يطرح نفسه في شيء رسمي من الاتحاد الاسيوي؟ لا عبد الله معناته اني اشاركه. شفت محامي محامي حسين العصفور حسين العصفور استاذ حسين دش بتداخل امس برنامج قال الاتحاد الوحيد الاتحاد الاماراتي اللي خاطبه ما خاطب ولا اتحاد. نعم صحيح. والله رايي انا ابو سعود في هذا الموضوع ان اجراءات نادي كاظمه سليمه 100%. ما في اي مشكله على نادي كاظمه، لان نادي كاظمه ما زالت بطاقه هذا اللاعب البطاقه مسجله. صح. اذا انتم لقيتوا حسيتوا ان في مثلا شيء خطا ترسلون كتاب، ما ترسلون كتاب بعد ما اتي الشكوى من نادي النصر الرياضي. زين. وهذا حتى هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي طلع من الاخ الفاضل عضو مجلس الاداره، انا بعتبره بنظرتي القانونيه باطل. ليش؟ لان انت على اي اساس انت تقول اللاعب لا يلعب؟ شنو المستند المستند اللي عندك؟ من قصدك الكتاب اللي باطل؟ كتاب الاتحاد مو كتاب لنادي كاظمه. ايه؟ بايقاف اللاعب باطل. انت على اي اساس توقفني؟ انا شنو الغلط اللي انا مسوي؟ انا ما اخطات. انت عندك ادله اثباتات براهين علي ان هذا اللاعب سوى غير بدل يجيب لي كتب؟ اي نعم انا اقول لك حاضر على امرك. زين لو يا لهم الكتاب الان، لو يا الكتاب ما اعطوا القرار حق نادي كاظمه، خلينا نفترض ولعب فابيانو الكتاب باجي. الكتاب من وين يا؟ من الاتحاد الاسيوي. من الاتحاد الاسيوي شو يقول؟ يقول له مثلا ترى اللاعب فابيانو موقف. ايه؟ من يوم 23/2 لما 3 لما اصدرنا البيان او اصدرنا القرار وراسلنا الاتحادات. صحيح. إذا هذا الكتاب يعتبر ملزم على الاتحاد الكويتي من الاتحاد الآسيوي، لأن الآن الاتحاد الآسيوي إذا الكتاب من الاتحاد الآسيوي وقال إن اللاعب موقف من 23/3، إذا قال موقف يتوقف لحتى تعديل وضعه. تعديل وضعه. والمباراة اللي لعبها لا مباراة اللي فاتت خلاص. ما عليها شيء عزيز. لا ماكو شيء. بس ما هي كتاب رسمي إلا 6/4. أنا مو ذنبي إن أنت ما طلبت، يعني انت ما راسلتني ما طلبت، لان انت المعني، انت اللي اكتشفت التزوير اللي تقول عنه في التسع جوازات. زين ولازم تخاطب فيه. لو فرضا هو مخاطب الاتحاد الكويتي يوقف مخاطب الاتحاد الكويتي في نفس الوقت 21/3 سو ما نتكلم الاتحاد الكويتي. اللجنه الانتقاليه ايش راح يكون الموقف؟ الامر قامض راح يصير. ما حد راح. شوف يا ابو سعود، البينه على من ادعى. انت الان اذا ياك كتاب، أنا أدري أن الاتحاد الحالي اللجنة المعينة غير معترف فيها لا بالاتحاد الآسيوي ولا الاتحاد الدولي، ما يقدرون يراسلونهم. إذا يا كتاب بهذا الشكل من الاتحاد الآسيوي مرسل إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن اللاعب اسمه فابيانو أعتقد؟ نعم. فابيانو لاعب لا يجوز أنه يلعب، يعتبر الكتاب نافذ من تاريخه، وعلى الاتحاد وعلى أيضا النادي تغيير وضعه. طيب. أما ما هو بالسابق لا ما يجوز، كله صحيح 100%. لاعب بنادي كاظمه خاطب الاتحاد الاسيوي عزيزي اللي يقول البارح الاخ ابو علي حامد الشيباني ابو علي السلي سطام ان الاتحاد الاسيوي خاطب الاتحاد الكويتي في موضوع ميراندا مدرب نادي خيطان حقوق ماليه، واعتقد في موضوع العربي اللاعب الارجنتيني مال العربي، يعني قصدي يمكن اكو في خط يعني او في لا هو في مجال يعني. هو الاتحاد الاسيوي الى الان يعني احنا مطلعين على كتبه صراحه، في كتب وايد قاعده تطلع، سواء دعوات حق اعضاء اللجان اللي يشاركون في اللجان اللي في الاتحاد الاسيوي مثل فيصل الدخيل مثل سعد كميل، هذول شلون قاعد تجيهم الدعوه؟ مو عن طريق الاتحاد الاسيوي. فالاتحاد الاسيوي قاعد يرسل خطابات حق سهو يرسل فيما يتعلق بالعقوبات. مثلا اللاعب اللي تفضل فيه ابو عبد الله ميراندا جاي من لجنه الانضباط او من قناه شكوة. من القنوات شكوة. نعم. من الشكاوي. أوكي. وايضا لاعب العربي نفس الطريقه من لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي. اما الكتب العاديه لا ما ترسل من الاتحاد، حسب ما اشوف انا، من الاتحاد الاسيوي الى الاتحاد او اللجنه المعينه مباشره. فانا باعتقادي وما زلت اكرر ان اللاعب حاليا وضعه سليم 100% الى ان ياتي كتاب من الاتحاد الاسيوي. هم ثلاث نقاط ما تقدر تقلب مباراه، يعني اذا كان لاعب مع كاظمه ضد اي فريق ما تقدر تحطها 3-0 حق الفريق الثاني. نعم ما يصير ترى. بس خلي يصدر القرار الحين. اللجنه خلي تصدر قرار انه والله احتجاجكم مرفوض. مو مرفوض ما يقدر قانونا ما يصير قانونا. انا اقصد الدكتور حامد المفروض
من كلامكم مفروض يقول يبقى احتجاج نادي النصر مرفوض، بينتظرون عزيز. واحنا قاعد نخاطب الان الاتحاد الاسيوي، لما يوصل لنا رد بعدها راح نتخذ الاجراء، لكن الان احتجاجكم مرفوض والنتيجه. بس ما يجوز من الاخ الدكتور حامد يقول لنادي لنادي كاظمه لا تلعبون اللاعب. انت شيل الاوراق اللي عندك، خلينا نشوفها هالاوراق هذه، ارسلها الى نادي كاظمه، واذا تبين بالفعل ترى نادي كاظمه نادي عريق. نعم. من الرئيس الى امين السر الى الاعضاء. نعم. ما يوم من الايام ارتكبوا اخطاء عنديه ابدا. اذا ما في شيء رسمي، اذا ما في شيء رسمي المفروض اللاعب يلعب. لا ماذا يصير؟ الاتحاد حامد، الاتحاد ما يتخذ هذا الاجراء. دكتور حامد المفروض ما يتخذ هذا الاجراء. انا قلت لك اذا ما وصل لي انا كاتحاد وصل لي كتاب رسمي اللاعب يلعب موقفه سليم. الدكتور يقول انا بحمي لاعب النادي. شنو يحمي النائب لاعب النادي؟ بس انت ما عندك رقعه رسميه اني اوقف اللاعب. ما في كتاب رسمي شلون يحمي اللاعب النادي؟ ما في كتاب رسمي. هذا عقاب حفله كاظمة ترى، هذا عقاب. لا مو صحيح. لا لا طيب كتابه كتابه غير صحيح، وانا بعتبره بنظرتي القانونيه كتاب باطل. طيب خل اقرا بس كم تغريده. اخونا عادل بن حسين يقول يا ابو سعود كلام غير مهني من الشريدم، اللاعب له تاريخ، يقول ليش ما تاخذها بذراعك؟ معناها يريد الغاء سبل التقاضي، لا احد يطالب بحقه. اخونا يوسف الشعيل يقول والله الحل سهل، خطا تحملها اللجنه المعينه بارسال كتاب نادي الكويت لو دوري محترم كرويا اقال من ارسل ووقع الكتاب. اخونا احمد يقول الخطا من الكتاب اللي اندز الكويت وذكر فيه ان اللاعب يتوقف نفس البطوله، هل تم محاسبه من طرش هالكتاب لانه هو اساس المشكله؟ نادر نزر يقول لجنة عقيمة بالقرارات، النادي واللاعب شنو ذنبهم؟ ويظل على حاله لين يتعدل وضعه. وذكركم بالغزو، ما حد قال لنا ما يصير تشاركون باسم الكويت. أخونا مو كاتب اسمه يقول إذا الوزير يرفع الحرج، خالد الفضلي ليش ما رفع الحرج عن نفسه ويرفض يصوت على القرار بلجنة المسابقات، ولا الحرج بس على النادي العربي؟ خالد السباع يقول الموضوع يتطلب اتخاذ قرار، وما يقول الأخ حميد مال الله سليم، لأن العربي أصبح منافس والثلاث نقاط محل إحراج من الجميع. فناننا شاب حاجية يقول سلامي لك ولضيوفك الكرام، سؤال الكابتن صالح عصفور، ودي أعرف أين اللاعب الفذ عبد الله صالح العصفور وشكرا. يدرس عبد الله يدرس الرأي يدرس مبيك. سلم على أبو عزيز مسي عليه نصبح عليه بالخير. على عبد الله يعني برا الكويت يدرس، صار له سنتين ان شاء الله، باقي له سنتين يخلص. الله يوفقه. الله يوفقه ان شاء الله. الله يوفقه. طيب اخونا ايضا كاتب يقول الشريده يقول انتم جايين تشتغلون للعربي وعشان كذي استقلته، وانا اقول له لا، فواز الحساوي استقال احتجاجا على محاباه نادي الكويت. فواز عرباوي بعد سيلك. فواز مو مساله عرباوي، فواز احنا قاعد نتحكى ايش معنى بنفس اليوم اللي طلع فيه القرار من لجنه الضباط كل العربي استقالوا اللي ماسك اللجان، يعني فوق 15 واحد مو شويه. ماكو شيء، ماكو شيء غلط في هذا الموضوع. شلون ما في شيء غلط؟ لا ما في نائب. لا لا يعني معناته انت عم بدري، معناته انت مو تشتغل بالاتحاد. لا ما معناته تشتغل تحت نادي العربي. كل واحد المفروض اقعد. لا لا ما يضر ما يضر. شوف انا لما اشوف وقع الظلم على نادي عم بدري المفروض اقعد واشوف لما تطلع النتيجه بعدين استقيل. لما اتاكد من النتيجه بعدين استقيل، مو بنفس اليوم ان انا استقيل. كانت العمليه يا ابو شريده واضحه جدا. طيب اوكي، هي لجنه الضباط بتروح استئناف، بتروح اللجنه الانبيه، بتروح اي مكان. ليش انتم ما نطقتوا يا كارثه والله، تعطي حق الكويت ولا العربي؟ ليش انت كارثه بس الكارثه الحين صايره من بعد صدور قرار لجنه ما في كارثه انك تعطيها حق الكويت ولا العربي، الكارثه هذه صايره العيد من الاسبوع الخامس للحين وما اعطى حق الفرق قاعد تلعب ثلاث نقاط معلقه، والله عيب والله صراحه اقول لك. قلت لك هذه لعبه الحيه. خل اروح حق تقريرنا طبعا الخاص في مباريات اللعبه اليوم الساعه 5 وبعدها بنروح حق فاصل وثم نعود. تعادل التضامن مع السالمية بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ثامر في إطار الجولة 19 من دوري فيفا. جاءت بداية المباراة متكافئة بين الطرفين، وكان التضامن الأسرع في الوصول إلى مرمى السالمية، وجاء التهديد السماوي الأول بكرة تهيئت أمام فهد المجمد سددها عالية. في المباراة مباراة أخرى لعبت بين الأخوين الأربعة خالد وفهد من جهة،
وحامد ووليد الرشيدي من جهة أخرى. خالد منع حامد من افتتاح التسجيل للتضامن، بينما عجز وليد أمام فهد الذي منح فريقه التقدم بطريقة جميلة بعد عرضية من عدي الصيفي إلى نايف زويد أنهاها الرشيدي بالكعب داخل الشباك. استمر السماوي في تقدمه ومنعت العارضة أحمد عبد الغفور من توسيع الفارق، وطالب لاعبي التضامن بركلة جزاء قبل أن ترتد الكرة إلى يعقوب الطراروة لم يوفق في ترجمتها إلى هدف. في الشوط الثاني اندفع التضامن نحو مرمى السالمية وأنغذ خالد الرشيدي مرماه من كرة يوسف العنيزان بعد اختراق من الجهة اليسرى، تبعه بتصدي آخر لكرة خطرة من حامد الرشيدي ليعود المشاغب العنيزان من جديد ويسجل هدف التعادل لفريقه من كرة عرضية أكملها بتسديدة في المرمى. واصل بعدها التضامن ضغطه في محاولة للتقدم بالنتيجة، وفي غفلة من دفاع التضامن تسلل محمد السويدان بين المدافعين ليخطف الكرة برأسه معلنا تقدم فريقه قبل 3 دقائق من الختام. وكعادة السالمية في الدقائق الأخيرة ظهر الارتباك بين اللاعبين، وارتكب الأردني عدي الصيفي هفوة استغلها المتألق يوسف العنيزان ليضع الكرة في شباك الرشيدي مانحا فريقه نقطة غالية رفع بها رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، في حين ارتفع رصيد السالمية إلى 27 نقطة في المركز السادس. بالنسبة لنا كنا نطمح حق 3 نقاط، نقول يعني قلت لك مستوى من اللاعبين، خصوصا احنا جايين من مباراه كبيره نفس مباراه القادسيه. الحمد لله خذينا نقطه، مو هذا طموحنا، طموحنا 3 نقاط، لكن الحمد لله على كل حال. اقول قلت لك للاعبين نادي تضامن، هم قلت لك للاعبين نادي السالميه قدمنا مباراه كبيره والحمد لله على كل حال. اشكر هالتعادل، يعني ممكن اشكر الجهاز الاداري والجهاز الفني واللاعبين كلهم ما قصروا، يعطيكم العافيه. انت عارف كانت مباراه مهمه وصعبه، انه الفريقين عم ينافسوا، يعني نحن كنا عم ننافس انه نبقى بين 8، بتعرف انت في هالسنه نزول وهبوط وفرق نقطتين بيننا وبين السالميه، كانت لعبه حساسه كثير، والحمد لله نحن كنا الاقرب للفوز، بس الحمد لله نقطه التعادل ايجابيه ان شاء الله، وان شاء الله نكمل مشوارنا المباراه القادمه مع الاستيبيخات ونحقق 3 نقاط ونرجع بننافس باذن الله انه نبقى بين الكبار ان شاء الله السنه الماضيه. الحمد لله على كل حال، يمكن رابع أو خامس مباراة هالموسم نخسرها أو نتعادلها بآخر الوقت، يمكن ما أدري تركيز أو ما في حظ. الفريق اليوم أدى يمكن مستوى جيد، قدرنا نسجل دقيقة 87، بهالدقيقة هذه ما أدري إيش اللي صار حط التضامن تعادل، لكن الحمد لله يمكن النقطة هذه الحين إحنا فترة نحتاج أي نقطة على الفريق، لأن كل الفرق يمكن متغاربة بالنقاط وإن شاء الله القادم أفضل يعني. وفي مباراة أخرى جمعت بين الكويت وخيطان حقق الأبيض فوزا سهلا وصريحا على حساب ضيفه الذي لم يصمد أمام الضغط والهجوم الكويتاوي. بدأ الأبيض المباراة سريعا وسيطر على مجرياتها كاملة، وكاد مهاجمه السوري فراس الخطيب أن يفتتح التسجيل بكعب قدمه، لكن الحارس أحمد عبد الحميد كان حاضرا وأهدر العاجي جمعة سعيد فرصة أخرى بتسديده الكرة بعيدة عن المرمى قبل أن يفتتح سعيد أهداف الأبيض بكرة رأسية مستغلا عرضية فهد العنزي. ولم يستغل الكويت الفرص التي سنحت له في زيادة غلته وسط غياب تام للاعبي خيطان الذين اكتفوا بالجوانب الدفاعية، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين. وجاءت أحداث الشوط الثاني مشابهة لسابقه بهجوم أبيض وتراجع كبير من جانب خيطان، واستمر لاعب الكويت بأهدار الفرص وبشكل غريب، وتمكن طلال جازع من تسجيل الهدف الثاني بكرة رأسية إثر عرضية من سامي الصانع، وجاء الهدف الثالث من عرضية لفهد العنزي حولها البديل أحمد حزام في شباك الحارس أحمد عبد الحميد مختتما أهداف اللقاء. الحمد لله اليوم على الفوز، ورجعت الثقة للفريق بعد سلسلة تعادلات بالفترة الأخيرة، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نستمر على نفس المستوى. اليوم الحمد لله كان أداء ومستوى ونتيجة الحمد لله، هذا الشيء الطيب اللي لازم نتعب عليه ونستمر على هالوضعية هاي إن شاء الله، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. الحمد لله رب العالمين اليوم على الفوز، يمكن شوي كان مو سهولة، ولكن الضغوطات شوي يمكن هي اللي تأثر على الفريق، ولكن اليوم شفنا مباراة كبيرة، شفنا من أول دقيقة لآخر دقيقة رجال قاتل داخل الملعب، شفنا اليوم الروح العالية، شفنا الإصرار عند اللاعبين، نشكرهم صراحة على هذا الأداء، وهذه ما هي غريبة عليهم، أنا متأكد أن عندهم أفضل من كذي، بس إن شاء الله بالمباريات القادمة يكون مستوانا أفضل ونظهر بصورة أفضل. يمكن اليوم احنا مثل رسالة، يعني رسالة هي اللي وضحناها للجميع، احنا ما نلتفت لأي شيء ينقال برا، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مكان أو في أي أحد يتكلم، احنا اليوم عندنا ملعب
انه هو المكان اللي نرد فيه. يمكن الكثير اليوم صار شغله الشاغل نادي الكويت، احنا ما راح نلتفت له نهائيا. اليوم يمكن الكل شاف ان اداء وروح واصرار ولياقه بدنيه عاليه، وهذا كان ثمار فتره الراحه الماضيه. يمكن البعض خذاها راحه او خذاها سياحه، احنا لا، للامانه خذيناها عمل، خذيناها اجتهاد، وان شاء الله باذن الله نفرح الجماهير اللي تعبت معانا واللي لاخر يوم وهم معانا. والله طبعا احنا باري المتصدر نادي الكويت، والكويت اليوم هو كان له الافضليه باللعب، لكن احنا شويه ما توفقنا في بعض الفرص النادره طبعا، هي لان نادي الكويت لازم انت تعتمد عليه على الكرات المرتده وتصيده، لكن توفيق يعني ما توفقنا اليوم، ما توفقنا، هذا اللي بس هذا اللي اقوله بس. بعد هذا الفوز ارتفع رصيد الابيض الى 41 نقطة متصدرا جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد خيطان عند 14 نقطة. خليل نجم لبرنامج 90 دقيقة. حياكم الله ويانا. قبل أن أخذ اتصال بس أخونا العرباوي جابر زكريا داز لي صورة كتاب يقول شوف الإخوان في اللجنة الانتقالية وشوف التاريخ وسرعة إصدار القرار. القرار شو يقول؟ بأن لجنة المسابقات، طبعا الكتاب مرسل لنادي كاظمة، طلعت على قرار على تقارير مباراة الكويت وكاظمة في مسابقة دوري الناشئين يوم 23/3 هو تاريخ المباراة، وحسب الكتاب انه في 2/4 من الدكتور محمد خليل، بان طبعا نادي كاظمة اشرك لاعب موقوف وقررت اللجنة بتطبيق اللائحة وقلب نتيجة المباراة لتصبح 3-0 لنادي الكويت بدلا من التعادل 1-1. يقول شوف يعني سرعة اتخاذ القرار، ليش ما اتخذوا نفس السرعة في نفس السرعة قرار؟ للعلم يا اخوي جابر تراهم اتخذوا القرار بسرعة الاتحاد، يعني راح من لجنة الضباط او المسابقات راح الاستئناف اللي تاخر عند الاخوان في اللجنة الأولمبية وعند الوزير، هو اللي تاخر، ولا بالاتحاد على طول اعتقد يمكن بعدها بشهر او 3 أسابيع اصدروا قرارهم. صح بعد صحيح، هم الاجراءات كلها سليمه حسب القانون، لكن اقصد عندكم ما تاخر وايد. لا ما تاخر، تاخر في لا ما تاخر في ولا لجنه من اللجان بالاتحاد. نعم. لكن التأخير هو اللي يقصده الأخ إنه يوسف، اللي يقصده إنه لجنة جابر عفوا. نعم. إن لجنة المسابقات ما طبقت اللائحة، هذا اللي يقصده بس. طيب خل أروح حق أخونا العزيز عبد العزيز عاشور نائب رئيس النادي العربي في مداخلة هاتفية معنا. أبو سعود صباحك الله بالخير، ما أدري شلون تلقيتوا خبر قرار الوزير أو الهيئة العامة للرياضة بإعادة الملف الى اللجنه الاولمبيه. اول شيء اصبح عليك وعلى ضيوفك الكرام واحد واحد. صبحك الله بالخير. لتصحيح معلومه للاخوان بالنسبه حق موضوع مخاطبات الاتحاد الدولي او الاسيوي للجنه المعينه للاتحاد الكويتي لكره القدم. هذا الموضوع غير صحيح، لا الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي قاعد يخاطب اللجنة المعينة الحالية في أي كتاب. الاتصالات مقطوعة لعدم اعتراف الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي باللجنة المعينة الحالية. احنا بالنسبة للنادي العربي الكتب اللي قاعد تجينا من الاتحاد برئاسة الشيخ طلال فهد العمد، اما الكتب اللي قاعد تجي بالنسبه حق موضوع اللاعب الارجنتيني اللجنه المعينه قاعد تجي من محامي اللاعب مباشره الى اللجنه المعينه، واللجنه المعينه قاعد ترسل لنا صوره من الكتاب. وبالنسبه لموضوع فابيانو ايضا تصحيح، بعد ما اكتشف الاتحاد الاسيوي التزوير بخصوص منتخب تيمور الشرقيه شفط جميع نتائج منتخب تيمور الشرقية حتى 2019، فبالتالي يجب على الاتحاد الكويتي إذا يبي يطبق القانون أنه يشطب نتائج كاظمة في 3 سنوات اللي فاتت.
طيب هذا بالنسبه حق المعلومه عشان تكون واضحه للجميع. الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي ما قاعد يخاطب اللجنه المعينه ولم يخاطب اللجنه المعينه لعدم اعترافهم فيها، فهذا موضوع لازم الكل يعرفه. يمكن اللجنه المعينه ما قاعد تتكلم، حتى لو يرسلون كتاب او توضيح الى الاتحاد الاسيوي او الاتحاد الدولي ما راح يردون عليهم. طيب هذا موضوع اظن يعني الكل متفق عليه او الكل يعرفه. طبعا كلنا متفقين على هذا النقطه. ما حد اعتقد ما حد من الموجودين قالوا الاتحاد الدولي قاعد يخاطب اللجنه المعينه بالنسبه حق مثلا موضوع اللاعب الارجنتيني او شيء. نعم في سمعت مداخله حق اخوي خالد الشريده بالنسبه ان العربي ليش ما اخذ الفوز بالراحه. احنا هني ما نتكلم عن فوز او خساره، نتكلم عن تطبيق قانون. هناك لائحة يجب أن تطبق. الموسم الماضي النادي العربي فاز على نادي الساحل 6-1، ولكن لخطأ في إشراك لاعب موقوف عند 3 انذارات تم قلب النتيجة 3-0. فهناك قانون طبق ولائحة طبقت، ما لها شغل منه فاز أو منه خسر، هناك قانون يجب أن يطبق. يعني أعطيك مثلا، الحين تطوف في شارع حمراء ما سويت حادث مسكك شرطي تقول له والله ما سويت حادث، انت خالف قانون. نعم. فبالتالي القانون يجب ان يطبق. المأخذ الاتحاد او اللجنه المعينه عدم حسم الامور ومحاوله يعني التلاعب في اللوائح او القوانين، مثل ما قال الاخ بدر. احنا ما نقول والله نادي الكويت ضحيه او ضحيه، لكن نادي الكويت حسب اتوقع الماده 62 هو المسؤول عن تقديم بياناته للاتحاد الكويتي لكره القدم. فبالتالي هذا خطا يتحمله نادي الكويت. اما من نادي الكويت خاطب الاتحاد. خطا هذا، النادي مسؤول عن بياناته وماده واضحه باللائحه. فبالتالي يجب ان يعاقب المتسبب في ارسال هذا الكتاب الى نادي الكويت. انا اتوقع هذه ورقه حظ يراد بها باطل مثل ما يكون. طيب اني احب موضوع ثلاث نقاط اخوان، يعني احنا ما عندنا حتى الان شيء رسمي، كله يعني كتب او بيان صدر ما ندري مدى يعني صحته، هل هو من الهيئه او لا. لكن الواضح هناك تسويف بالقضية. هذا موضوع يجب أن ينتهي. انتهى الموضوع بحقية النادي العربي في 3 نقاط من لجنة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه. نتمنى من اللجنة المعينة حسب هذه الأمور. شارع الرياض توسم خير في اللجنة الانتقالية أن يطبقون القانون، وان ندش مرحله جديده يطبق فيها القانون ويكون التنافس شريف في الدوري الكويتي. لكن مع الاسف الكل فقد الثقه في هذا الاتحاد الان بسبب الاحداث اللي صارت وعدم استطاعتهم حل المشاكل. اني حق موضوع النادي العربي او اضراب الحكام او الحين هم في مشكله فابيانو نادي كاظمه، ضايعين مو عارفين يتخذون قرار او يحسمون هالمواضيع هذه. كلام اخوي يعني الاخوان كلكم والكسور اخوي حميد مال الله ابو علي صحيح. انت عندك قانون طبقه، عندك لائحه طبقها. فبالتالي متى ما انت استندت على القانون واللائحه راح تنتهيك المشاكل. طيب احنا نتمنى ان شاء الله اللجنه الاولمبيه يعني ايضا قالوا ان اللجنه الاولمبيه او مجلس اداره اللجنه الاولمبيه هي اللي اتخذت القرار، هذا كلام غير صحيح. اللي اتخذ القرار المجلس التنفيذي، وتم ارسال شكوى واشكره الشيخ فواز مشعل الجراح لعدم دعوته بصفته احد اعضاء المجلس التنفيذي في اللجنه الاولمبيه. اكو مستشار موجود مع كل احترامي له لكن يتبع نادي الكويت. رجل يعمل في نادي الكويت وفي شركة الغانم، فبالتالي هذه الأمور تثير الشك لدى الشارع الرياضي. موجود في المكتب التنفيذي للجنة بو بسعود؟ لا هو الحين مستشار في اللجنة الأوروبية. اه
فبالتالي ما اتخذ القرار في المجلس التنفيذي خاطئ وباطل. ما اتخذت اللجنة الأولمبية مجلس تنفيذي، وأيضا أرسل من أمين السر وأرسل مستقطع جزء منه وهو لا يجوز الطعن على قرار لجنة الاستئناف من خلال محكمين ليابوهم من برا، ولو أن هذا الموضوع خاطئ. زين بسعود، حفظ الفقرة هذه. بسعود يعني البعض يقول يعني ما يصير تتكلمون عن بعض الأشخاص اللي يعملون في شركات، يعني قالوا والله الدكتور محمد خليل يعمل في شركة مثلا الغانم، الآن أنت تقول المستشار يعمل في شركة الغانم، يعني ترى أغلب الكويتيين أو أغلب الأشخاص اللي فيها هالمناصب يا مثلا عضو جمعية عمومية في نادي، يعمل برا في شركة، كلهم يعملون في شركة الغانم. شلون؟ كلهم يشتغلون في شركة الغانم؟ لا يعني لا مو كلهم، اقصد يعني انتم قاعد تصيدون الاشخاص اللي قاعد يعملون في شركات معينه مثلا. هذا الواقع مسعود، هذا واقع قاعد نعيشه، هذا الواقع اللي قاعد يصير الحين عزيز. ما نقدر احنا نلف ونقول عزيز. انا اعتقد ايه؟ كل الضجه اللي قاعد تصير الحين اللي قاعد يسوونها مجلس اداره نادي العربي اساس يقطون على مشاكلهم. كل الضجه اللي قاعد تصير، كل الضجه اللي قاعد تصير هذه المشاكل اللي قاعد يسويها اعلام مسير. خلي يروحون حق باقي الانديه يشوفون في النادي العربي. احنا ما عندنا مشاكل، من يقول لك عندنا مشاكل؟ مشاكلكم مشاكل قاعد تطلع، مشاكلكم واضحه، اجهزه اعلاميه. لا مشاكلكم واضحه، مو انا اقول لك ما عندنا مشاكل. وبعدين اذا تتكلم عن المشاكل في اختلاف وجهات النظر هذا شيء طبيعي في كل مكان. انتوا الحين قاعدين اربعه خمسه كل واحد عنده راي، هذا اختلاف في وجهات النظر. اما طيب. لما انا هي عاد ازيد اشب النار واصب الزيت على النار هذا شيء ثاني. طيب ما عندنا، ليش نغطي على مشاكلنا؟ بعدين انت أوكي. ليش تحور الموضوع وشريكه؟ انت عندك انا ما احور، يعني انت اللي قاعد تحور موضوع. سويت كل العالم تشتغل عند الغانم، شاكو يشتغل عند الغانم يعني قبل لا يدشون مثلا بالاتحاد ولا يدشون اللجنه الاولمبيه على كلامك صار لهم فوق 15 سنه يشتغلون هم بالشركه عند القانون. ايش معنى الحين قلت يشتغلون عند القانون؟ لانه قاعد يتخذ قرار خاطئ وطريقه غير صحيحه. انت لما هي كتاب من اللجنه الاولمبيه ايش معنى تكلمت الحين صار لهم 15 سنه يشتغلون؟ ايش معنى الحين تكلمت؟ ما كانوا بالاتحاد، الحين هم يشتغلون بالاتحاد، هم قاعد يتخذون قرارات مصيريه بطريقه خاطئه. انا مالي شغل فيهم وين يشتغلون. انا قاعد اقول لك القرارات اللي قاعد تتخذ او طريقه اتخاذها كلها خاطئه. طيب عزيز خليني اكلمك كلمه. تفضل. نادي الكويت من افضل الانديه اللي قاعد يشتغل، خلينا نكون واقعيين. ما في خلاف. اذا جيت انت الفريق الاول متصدر، جيت 17، جيت 15، جيت جميع المراحل السنيه، ما قلنا يشتغلون عند القانون ولا قلنا شو اسمه. يعني حتى بجميع اللعبات، انا ما حكيت على لعبه القدم بس، بجميع اللعبات. مو تكلم عن نادي الكويت اول شيء. احنا ليش ندخل نادي الكويت في الموضوع؟ انت قاعد تقول يشتغلون عند الغانم. انت قاعد تقول يشتغلون عند الغانم. ايه هذا قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لك ما قاعد يطبقون اللائحه. خلي يطبقون اللائحه الموجوده، ليش ما يطبقونها؟ طيب عزيز عزيز طيب عزيز من الاخر انا خليني اعطيك. اشتغل نفس نادي الكويت وحقق انجازات ما حد يحاكيك. اشتغل نفس نادي الكويت ثاني. انت الحين ليش؟ لا الحين قاعد اقول لك اشتغل نفس نادي الكويت. ما قلت ان شاء الله مشكور على النصيحه. قاعد اقول لك اشتغل نفس نادي الكويت. خل هالموضوع يقول خلصنا. عطني الحين انا حاجيك على اللائحه، طبق اللائحه. طيب اي لائحه تحكي على انت الحين؟ لجنه مسابقات قالوا ثلاث نقاط حق الكويت، نيت اللجنه الاولمبيه قالوا شو اسمه؟ نيت احمد فرج، الدكتور احمد فرج وعباس دشتي اللي صاير لهم 30 و40 سنه في القوانين وفي هالامور، قالوا النتيجه لصالح النادي العربي. طيب يلا ليش ما طبق؟ يلا لجنه استئناف اجتمعوا بدون اعضاء مجلس اداره الاتحاد يدرون. ليش ما طبق؟ كثير من القانونيين العارفين باللوائح قالوا هذا استئناف طبق ولصالح النادي العربي، ليش ما طبق؟ لا بس برد على الاخ. بخليك ترد مش يريد ان شاء الله. مسعود تحب تقول شيء اخير؟ مسعود لا مشكور اخو عبد العزيز عاشور نائب رئيس النادي العربي.
ترد على لا اي نعم. يقول الاخ بشريده ان لجنه الاستئناف اجتمعت بدون علم مجلس الاداره. مو صحيح الكلام، اللجان هذه كلها ما لها علاقه بلجنه الانضباط ولجنه الاستئناف، هي لجان قضائيه تجتمع متى ما راوا المعلومات موجوده عندهم ويبون يتخذون قرار من القرارات، ما لهم اي ارتباط مع مجلس الاداره. انا متاكد احنا لما كنا نجتمع كنت ويانا لحظه ابو بشريده لما كنا دام فضلك نجتمع، هل احنا كنا نستاذن من مجلس الاداره؟ ما كنا نستاذن منهم، كنا نجتمع ونتخذ قراراتنا وقراراتنا هذه نافذه. كنا نقعد انا والدكتور واخونا البغيلي الله يمسيه صبحه على بالخير، كنا نقعد للساعه 11 ونصدر الكتاب ويوقع عليه اخونا رئيس اللجنه ونروح. كلامك صح 100%. تفضل. ولكن كانوا بيجتمعون اليوم لجنه استئناف، فقال لهم اجلوها يوم اساس مو الزامي. هذا قاعد اقول لك مجلس الاداره هو قال اجلوها يوم. مجلس الاداره لا يجبر اللجان القضائيه اجتمعوا ولا ما تجتمعوا. ابو عبد الله كنا قد ساوي ذهب يقول ما هو تقييم الكابتن صالح عصفور لمدرب القادسيه دليبور وما هي اخطائه وما هو رايه بعمله؟ نتمنى جواب ولو مختصر المدرب الخلوق. يعني نتكلم عن اخطاء ما صعب صراحه، لكن نتكلم عن وسؤاله صعب يعني. نعم يعني لا 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 الظروف اللي قاعد يمر فيها مدرب القادسيه صعبه الصراحه، يعني نعم. عدم تكامل عناصره، غيابات اللي عنده، الاصابات اللي قاعده تحل بالفريق، ما هو قاعد يلعب في يعني افضل مع افضل تشكيل عنده، هذه كلها ظروف عزيز يعني ما تبين قدره المدرب امكانيه المدرب. سجل تدريبي كمدرب يمكن ما عنده سجل تدريبي كبير، يعني عمل مساعد مع رادان وبعدين عمل مدرب لياقه بدنيه في النصر وبعدين اشتغل مساعد في نادي القادسيه كمساعد مدرب الى ان يعني صار مدرب، لكن الجو العام بسعود للتدريب او للعمل هو يحدد وايد في مسار نجاح المدرب وفشل المدرب. فريق القادسيه يمر في ظروف. يا احد كلمك من القادسيه رسميا؟ لا ما حد تكلم معي في القادسيه. طيب خروحك فاصل وبعد ذلك اعود. حياكم الله ويانا ويا اهلا ومرحبا فيكم. طبعا اخونا اخبرنا فخرنا يقول خالد شريده عندك يمثل الكويت او لجنه مؤقته؟ لا حاليا هو مو موجود في اللجنه المؤقته، مو موجود. كويتاوي موجود معنا اليوم ككويتاوي يتكلم ان شاء الله عن مباراه الكويت. ابو عبد الله السالميه رايك في صوره جديده مع المدرب صالح عصفور ولا ما تغير شيء عن مع عبد العزيز مع محمد هيريس؟ والله عزيز ما تغير شيء صراحه، ما تغير. يعني لا والمشكله اللي انا اتكلم مع الاخوان قاعد يفقد نقاط، يعني كل جوله قاعد يفقد له نقطتين ثلاث نقاط، نقطتين لا ثلاث نقاط يمكن كمركز وكترتيب. انا اعتقد ان الفريق لازم يكون في ابعد من كذي، يعني الان نحاتي الفرق باللي 25 وال 26 وال 24 قاعد اجرب عليه وكاظمه قاعد يطلع والعربي راح يصير فوق 32 و29 وظروفه في المباريات قاعده تصير، يعني بعد الخساره من العربي اليوم تعادل مع التضامن وتعادل يمكن في الوقت القاتل فريق التضامن، مع انه يعني سالميه في الشوط الثاني او في الشوط الاولاني قدم يعني كره نوعا ما افضل من اللعبات السابقه، لكن يظل يعني التركيز في اخر الوقت ويظل يعني الحرص على الفوز على الاقل هو شويه لازم يكون عزيز اللي الهاجس الان، يعني لان هذه بطوله نقاط، يعني هذه بطوله نقاط كل اسبوع تفقد نقطتين او ثلاث نقاط قاعده تتاخر في الترتيب وقاعد ترجع في الترتيب، وانا اعتقد حتى ياثر على اللاعبين يعني معنويا، يعني الان انت السابع وراك الثامن وبعدين ثمانيه يصعدون وسته ينزلون والسادس نعم السابع بينك وبين ابو شريده نقطتين فحيحل جاي والتضامن كذلك جاي والفرق اللي عندها فرصه اللي قاعده تجمع نقاط يعني قاعده تلحق عليك يعني. العاشر في ثلاث لعبات بس اي نعم اي ثلاث نعم. لعبات تصيدك اي طبعا طب هذا الامر يعني اليوم احنا الى الدقيقه 87 على اساس نتامن الفوز يعني، لكن للاسف يعني
وهذا صراحه لازم بعد نشيد في التضامن صراحه. طيب يعني التضامن قاعد يقدم هذا الموسم الشيء الاساسي عزيزي انه قاعد يلعب بدون هيبه يعني الاسبوع اللي فات فاز على الغاسيه واليوم عادل السالميه بثامر في وقت متاخر وفريق قاعد يلعب بشجاعه وقاعد يقدم عناصر شابه ممتازه صراحه. طيب عم بدر ادري ما بكلمك فنيا سريع نادي السالميه تاثر بخروج كيتا وابراهيم جمعه سعيد وعندهم اعتقد مشاكل ماليه هذا اللي مؤثر على مستوى النتائج وايضا نادي التضامن نادي عريق نادي مميز الان في الدوري. ابو شريده رايك في السالميه في 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 حصل اختلاف تأيد ابو عبد الله انه ما في فرق نفس وضع السالميه مع دهيليز نفسه مع حماده هو نفس الوضع ما تغير السالميه يعني نفس الوضع يعني نشيد بالتضامن بعيد يعني ممكن انا يعني عندي وجهه نظر ممكن يكون الاصابات شويه اثرت عليه مثل ما قال عن ابو بدر كيتا راح عن سعيد جمعه راح جمعة من يعني هذول كانوا يعني كانت قوه ضاربه حق نادي السالميه نص الفريق اي نص الفريق اي يمكن تاثر بهذا الشيء وثانيا ان كثره الاصابات عنده صحيح طيب. وفي لاعبين يعني الحين يعني مثلا اربع لاعبين خمس لاعبين كل ساعه رايحين مصر امتحانات عندهم ورادين يلعبون رايحين مصر ورد صح إيه. طيب ابو علي تبي تعلق على التضامن ولا السالميه؟ السالميه لعبتين لعبتين او ثلاث طافت كان خسر يفقد تركيزه في اخر الشوط الثاني وقت ضايع فانا اعتقد يا جماعه انا بقول كلام بس يعني لا اخذها بحساسيه الاخ عبد العزيز حماده او اي مدرب ثاني انا اشتغلت مساعد مدرب مع مدرب بوسني نعم استفدت منه شيء كبير يعني في مدربين استفدت منهم هذا المدرب استفدت منه حيل كان شيء يسوي يوزع ادوار انا كنت مساعده كان يقول لي شوف انا راح عيني كل مباراه يكون عيني على الدفاع حاط عيني على الدفاع عشان الدفاع لا يغفل انت وجه الهجوم فاعتقد ان عبد العزيز صح لاعبين شوي خبرتهم قليل يمكن لكن لازم يركز على الدفاع اخر شيء دائم يكلمهم دائم يا فلان خليك مع هذا عشان شنو يكون يغض وهو قام يخسر وقت ضايع ويعني نقاط حرجه قامت تروح الاسبوع اللي فات خسر في الثلاثه يعني انت ترى العيب في عبد العزيز حماده؟ لا لا ما اشوف العيب في عبد العزيز حماده لا انا ما اقول العيب بس لازم يركز على الدفاع لازم يركز يعني دائم يكلم الدفاع خاصه الوقت الاخير واضح انه قام يفقد تركيزه. ابو علي الاسبوع اللي فات خسر من العربي 95 و97 97 عليكم والله يا اخوي انا اعتز في الكابتن عبد العزيز حماده لو انا مكانه ما اقبل التدريب في المرحله هذه. يعني انا سالت صراحه اي قالوا يعني الريال ولد يعني النادي اساسا ما عنده نادي والنعم كله ما مو مرتبط مع نادي ما في مشكله ويا له راتب يعني والنعم كله واحد بس صعب صعب انك انت اتي لعشر مباريات تسع مباريات بتغير شكل الفريق لا عمليه ما هي سهله صعبه شوف بس سعيد انا اعتقد يعني عزيز حماده ودهليس الظروف ما خدمتهم. طيب طبعا اخونا قبل اروح حق اخوي جابر العنزي بس اخوي جاسم الاشرم المطيري داز لي سؤال يقول لنفرض ان اللجنه الاولمبيه الشرعيه سوى الشيخ طلال او غيره يعني تقصد ان لجنه معترف فيها حسب كلامك يعني هل لهم الحق بالتدخل بشؤون اتحاد القدم او اتحاد؟ شوف اخوي جاسم حسب قانون اللجنه الاولمبيه الدوليه وحسب القانون اللي كان موجود يعني ايام الشيخ طلال لما كان رئيس اللجنه الاولمبيه كان في هيئه تحكيم داخل اللجنه الاولمبيه الكويتيه هي اللي يلجا لها المشتكين المتضررين اللي يعني نفس حاله الان العربي والكويت لو الاتحاد اللي موجود او اللجنه الاولمبيه اللي موجوده لجنه الشيخ طلال الفهد المعترف فيها من اللجنه الاولمبيه الدوليه في هيئه تحكيم رياضيه موجوده داخل اللجنه يلجؤون لها العربي الكويت اي نادي اخر بعدها طبعا اذا ما رضوا في هذه الهيئه او بقرارها يروحون حق الكاس لكن في ظل القانون الحالي اللي هو القانون المخالف للمنظمات الدولية لا القانون رقم 28 المادة 28 تسمح ل اللجنة الأولمبية المتضرر والوزير المتضرر يلتجئ إلى الاتحاد وبعد الاتحاد اللجنة الأولمبية وبعدها إلى الوزير المختص حسب قوانين الدولية أو حسب القانون اللي ما يخالف المنظمات الدولية ما يجوز لا لا يجوز وبعدين يلتجئ إلى المحاكم الإدارية الموجودة نعم الثلاث هذا للتوضيح لأخونا جاسم المطيري خلا أخذ بعض الاتصالات أخوي جابر صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير
وسعيد صبحك. هلا ابو عثمان صبحك الله بالخير. وسعيد وعسل وماخذ وخافري من عسل وماخذ وخافري. افا افا ما عاش اللي ياخذ على خاطره منك. الله يرحم والديك وسعيد اصبح عليك وعلى ضيوفك وعلى اخوي وعمي وعصبه ابوي ابو عبد الله صالح العصفور. يا هلا فيك هلا حياك الله. والله ابو عبد الله مسهلينك اليوم، مسهلك ابو سعيد اليوم مسهلك. لا يستاهل مون عليه ابو عبد الله مون علينا بعد. ما يحتاج والله تستاهل يا ابو سعيد. قالها ابو عبد الله قال انت تستاهل والله تستاهل الطيب. اي والله اصبي على ابو بدر وعلى صداقه الموجودين. الله يحفظك حبيبي اخوي جابر. ابو سعيد اتوقع فايروس صاب الكره الكويتيه او الرياضه الكويتيه، الاحتجاجات التصويت بماي العكب الايقاف له تاكيد يعني وصلنا للامر يعني فابيانو محترف شنو ذنبه يعني توقف الحين؟ ايش معنى الحين؟ يعني بعد نقاط الكويت، بعد نقاط العربي، بعد المصيبه هذا اعتبرها مصيبه، اللجنه الاولمبيه ترجع الاتحاد تروح الهيئه، ثلاث نقاط وعارفين وين مشكلتها وحنا عارفين المتخاصم منو؟ طيب مشكور يا ابو عثمان اسمح لي يعني انت تاخرت بالدقيقه تسلم علينا ارجو انك تعذرني الاتصالات كثيره والاخوان هم عندنا موضوع اخر ايضا نسولف فيه. اخوي حمزه صبحك الله بالخير. صباحك الله بالخير وسعيد. صباحك الله بالنور. صباح عليك صباح الاخوان المعاصر تحيه خاصه حق الكبار والحنون الباجي ابو عبد الله وابو بدر. يمكن ابو شريده سوى طرح حق موضوع المستغلين بالاتحاد، انا اقول لك يا ابو شريده لما انا الحمد لله احنا الاتحاد اشتغلنا حق الاتحاد واشتغلنا حق الكويت والحمد لله خلال الفتره اللي قضيناها خلال 10 شهرين ونص الكل اللي يشهد في احنا كنا بالمركز الاعلامي سوينا، بس لما اشوف ما في تطبيق قوانين وعدم العداله والظلم يقع على اي نادي وما بالك الا نادي وبيتي لا اقدم استقالتي اول واحد، وانا مثل ما قالك ابو بدر وانا كنت مسافر وبلغت ابو بدر عشان تعرف الموضوع، احنا ما نرضى على الظلم على اي نادي بس ما بالك الا يكون على نادي اللي ناديه يكون على وتشوف الظلم وعدم تطبيق القوانين وما في عداله لا ابو شريد انا اقدم استقالتي وانا عندي العربي انا اقول لك مع احترامي حق اي عندي خط احمر بقول حق العربي اليوم مبروكين. طيب حمزه ممكن كلمه ليش ما نطرت انت الحين لجنه الضباط تروح الاستئناف تروح المسابقات، ليش ما نطرت لها المده هذه كلها؟ ايش معنى بنفس اليوم نطلع من لجنه الضباط؟ طيب احنا قطعنا الخط السموحة لان ما عندي وقت والله الحوار راح يطول. اخذ اخوي فارس صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعيد. حياك الله يا ابو تركي. انا ودي اسلم على ضيوفك واحد واحد بس الوقت انا خايف من الوقت انك ما تعطيني وقت. تفضل يا ابو تركي. ابو سعيد قرار اعاده الوزير عاد القرار الى اللجنه الاولمبيه مره ثانيه هذا خطا. لان القانون حدد مده 15 يوم للطعن على قرار اللجنه الاولمبيه متى ما ابلغ المتضرر بالقرار. إذا اللجنة الاتحاد الغدم المعينة ما طعنت في القرار في المدة هذه هذا خطأ إجرائي منها، فالوزير ما يجوز يرجع ثاني مرة القرار إلى اللجنة الأولمبية، لأن يا أبو سعيد يعني واحد محكوم حبس درجة أولى حكم محكمة درجة أولى له مدة طعن ما يجوز عقبها يروح للاستئناف. هذا اللي يعني نفس اللي حصل هذا مع يعني اللي تقصده فارس ان النقاط الثلاث حق الكويت لا في خطا اجرائي ايه ارتكب الاتحاد الغدم مع اللجنه الاولمبيه خلاص الوزير يعطي النقاط الثلاث الكويت وانت الموضوع ايه ايش قاعد اقول لك يعني انت ترى ان النقاط الثلاث حق الكويت الوزير لازم يبحث الاجراءات بسعيد لا انت بحكم اطلاعك تقول النقاط حق منه حسب النقطه اللي ذكرتها انا بحكم اطلاعي ايه؟ ان في خطا بالاجراءات لذلك اخطات فيها اللجنه الاولمبيه تروح النقاط نادي الكويت. طيب مشكور اول مره مشكور يصير مع نادي الكويت ها اول مره يصير مع نادي الكويت لا لا هو حق حق في شيء بالنقاط بالقانون هذا يقوله امانه يعني اخونا فارس حسب القانون دائما يلتزم او يرتبط يعني يضع القوانين هي المستند لاقواله. اخذ اخوي جابر صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور اخوي ابو سعيد وصبح عليك على الاخوان الموجودين. حياك عندي بس نقطتين يا ريت تعطيني وقت. تفضل. سبب سنين في قطاع الناشئين بالنادي العربي كان في لاعب عنده ثلاث وزارات
الجانب الاداري بالفريق خاطر الاتحاد، هل اللاعب موقوف او يلعب؟ قال اللاعب يلعب ما عليه مشكله. قام الجانب الاداري بالبحث وشاف ان اللاعب عليه ثلاث انذارات وما لعبه، هذا دور كان الجهاز الاداري في الكويت ويتحمل نادي الكويت مناصفة مع الاتحاد مع محمد خليل مشكلة الثلاث نقاط. ثاني شيء اخوي بشريزه، انت واحد تتوجه في الرياض عندنا في الكويت، اتمنى تراجع نفسك في تغريداتك في تويتر. قلت عن نادي العرب نادي قاسية تايمر، هذا واحد. قلت اللي طالب النقاط الثلاث ما لحق خليه ياخذها بذراعه وهذه الناس متخلفة، اتوقع ما تطلع من شخص مثلك يا ابو شريزه. اتمنى تعتذر للعرباويه جميعا والتغريدات موجوده يا ابو شريزه. انت لاعب سابق ولك مكانتك في الشارع الرياضي، اتمنى تراجع نفسك. وهذا انا وجهت كلام حق منه، انا ذكرت انا وجهت كلام حق منه. مشكور يا اخوي جابر. يقول موجه الجمهور العربي، يقول ما اسمع، يقول موجه الجمهور العربي. انا كتبت تغريده، انا اقول لك كتبت تغريده ثلاث نقاط حق نادي الكويت. لا لا، هو يقول انه قلت زهايمر وقلت لا لا، ما قلت زهايمر، زهايمر ما قلت ولا تكلمت على نادي القاسية اساسا. انا قلت اكون صريح، قلت نادي العربي لو اعطيهم ست نقاط ما راح ياخذون الدوري، قلتها اكون صريح انا. نعم هذا اللي قلته بس، غير ما اخطات. ويقول اطالبك بالاعتذار جمهور العرب. ما قلت زهايمر ولا قلت هذا، قلت نادي العربي لو اعطيهم انا ست نقاط مو ثلاث نقاط هم بعد ما ياخذ الدوري، هذا اللي قلته. وين غلط عبد الله؟ تعيد. لا لا، على كلام زعل العرباويه، على كلام اخوي زكريا. لا يقول يعني ان انا والله ما عندي يعني ما اقرا، بس يقول ابو شريده وايد ينفعل ويتكلم وايد يخلق له عداوات وايد. بسعود انا برد على الاخ فارس سياف، وانا لما اقول اقول عربي اخذوها بذراعكم، كلامي صحيح، انا ما سبيت، قلت يبا ليش ما اخذتوها بالملعب بذراعكم؟ هذا اللي قلته، بعد ما سبيت. اوكي، اخذ اخر اتصال. اخوي عبد الامير، صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافيه. حياك الله يا اخوي. فيك اخوي سؤالي بس، ابي بس توجهوا الكاميرا حق استاذنا الكبير مصطفى السمعي. تسلم، تفضل. استاذ مصطفى، انا بعطيك حاله. تذكر يوم العربي سجلوا اللاعبين من جهه وخذوا بطاقاتهم؟ نعم. وبعدين عاشور اعلن في تويتر ان اللاعبين عرباويين، بعدين خلال ست ساعات تم التعديل. صحيح. نفرض العكس، نفرض ان عاشور خذ البطاقات وخلوهم عنده، وفي اقرب مباراه حق العربي نزل اللاعبين كلاعبين نادي العربي بطاقات الكرنيهات ولعبهم. ففي الحاله هذه شو راح تكون، شو راح تكون الحاله هذه اذا لعبهم وعنده بطاقات كرنيهات رسميه زين ولعبهم؟ فالحاله هذه الريال عنده بطاقات، فنفس الكلام اللي قاعد يقوله خالد شريده، ان احنا خاطبنا ان كتاب الريال عنده بطاقات، بطاقات ان اللاعبين هذول من نادي الجهره هم لاعبين نادي العربي. طيب بس الاتحاد، الاتحاد على طول رجع بكتاب رسمي حق خاطب العربي يسحب البطاقات. اي نعم صحيح. الاتحاد على طول. ليش انا مساعد اقول لك ليش ما صارت نفس الحاله؟ لان الاتحاد بعد ما اصدر البطاقات اعاد الكتاب للعربي باستعاده البطاقات، لان في هناك خطا او شيء كذي. طيب يعني هذا مسوغ قانوني، لان انديتهم دزوا كتب الاتحاد. اي نعم، وعلى طول اقصد يعني ما يقدر النادي يستند على الهويه اللي عنده. لا لان الاتحاد ارسل مباشره مثل ما تفضل عبد الله. شنو النقطه اللي بترد على الاخ فارس؟ ان الاجراءات ما تعفيك بتطبيق اللوائح والقوانين. هو يقول حسب اللوائح. لا هو يقول لا، هو يقصد الاخ ابو تركي يقصد انه في كتاب طلع اللي تكلمنا عنه قبل قليل. لا 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 لا، هو قال شنو اللي قال؟ لجنه الحين، اللجنه الاولمبيه اصدرت قرارها صح؟ اوكي، ان ثلاث نقاط حق الكويت. اوكي، المفروض اللجنه المعينه تطعن في القرار، لان اللجنه المعينه ترى بان ثلاث نقاط حق الكويت حق العربي خلال 15 يوم. اللجنه المعينه شو تسوي؟ تطعن بالقرار، قرار اللجنه الاولمبيه. لا ما له علاقه. ليش؟ لجنة المعينة بالاتحاد؟ ايه؟ لا لا ما لها علاقة تطعن الآن. صحيح الآن، الآن بعد ما أصدروا النظام الأساسي واللائحة الموجودة للنظام الأساسي للاتحاد، تغيرت الأمور، لابد أن تعرض أيضا عقوبات حسب ما قريت أنا. نعم. عقوبات لجنة الاستئناف ولجنة الانضباط على مجلس إدارة الاتحاد. ايه؟ هو اللي قر إيه أو لا. لكن ما يحصل الآن أن اللجنة الأولمبية تعرض على اللجنة المؤقتة، لا ما تعرض، هم اللي يتخذون قرار. طيب. من خلال اجتماع رسمي لمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي بعلم رئيس اللجنة. أوكي. الأولمبية هذا ما حصل. وش ريدة دزولي تغريدتك بس أمانة، ترى
ترى مو كاتب انه الجمهور العربي او النادي العربي. تغريدته شو يقول؟ يقول في عقده اسمها نادي الكويت ولاول مره يتكاتفون العربي والقادسيه، عمرها ما صارت، وين نهائي كاس والعهد، وين التكتل والمعايير، زهايمر ممكن. ما قال والله جمهور العربي زهايمر، ولا قال محدد منه زهايمر؟ لا مو محدد بس ضائع والله. ها؟ بضائك هذا. لا انا اقصد انا مو دفاع عن ابو شريده بس هذا بالمنطق اللي دزه. لا بالمنطق هو كاتب زهايمر. لا تفسر التغريده. ابو شريده اخلاقه عاليه ما يكتب كذي. ابو شريده لما ذكر العربي والقادسيه ما ادري شو اللي يقصد في العربي والقادسيه. لا هو يقول انهم اتحدوا اول مره يتفقون يعني اتفقوا. وش علاقه اتفقوا؟ ليش كلمه زهايمر؟ ليش دخلت الكلمه هذه؟ والله ما ادري هو يفسر. لا ما ادري ليش دخلت. قلت في عقده ولأول مرة يتكاتفون نادي القادسية ونادي العربي. نسيتوا كاس العهد شنو صار فيه؟ لهم سالفة مبارك، الحكم مبارك عيب. يعني شوف شنو صار. يعني الحين صار التكاتف الحين على نادي الكويت. لا شوف العلاقات بين الأندية هذه قديمة مو من الآن. أحيانا يصير تكاتف بيننا وبين نادي الكويت ونادي التضامن والجهرة، وأحيانا الأندية الأخرى نتفق معاها وتصير اجتماعات وتصير لقاءات. بدر متى صارت؟ لكن لمن رضا معرفي يطلع من الأندية ويروح هناك يقعد يجتمع أساس ثلاث نقاط ويبي ينسحب وياك ويبي، متى صارت هذه؟ ما يضر خلينا نكون واقعيين. هذا تنسيق يعني القادسية أعلن قبلكم راح ينسحب إذا ما أعطى العربي ثلاث نقاط. من متى الحب؟ لا ما حد ينسحب. من متى الحب؟ ما حد راح ينسحب. من متى صارت؟ ولا نادي راح ينسحب أبدا. ما صرحوا العرب. هم يو العرب القادسية ما صرحوا. رضا معرفي ما صرح. صرح ولاد العربي ما صرحوا. صرحوا بس هذا مو اجباري ولا الزامي على الانسحاب. مشكور عم مصطفى جمال، مشكور كابتن حمد مالك، مشكور عم صالح عصفور، مشكور كابتن خالد شريده. نلقاكم ان شاء الله. تبي تقول شيء؟ تبي تكح؟ ماي نلقاكم ان شاء الله باكر. مع السلامه.